خليل شمام، يوسف المساكني، أرضية ممتازة، أسامة الدراجي، لمسة واحدة ممتاز، خليل شمام، يلا يا خليل، وبعيد الكرة، الكرة بعيدة على مرمى مامادوبا. مازال اختر، مرفوعة، هل يكون الهدف؟ والهدف درامان تراوري، أحسن سيناريو وأحسن بداية. قلت لو كان جاي ملعب رادس مملوء بالجماهير، أما الغالب العقوبة موجودة وجماهير الترجي اليوم محرومة. لو كانت موجودة اليوم في ملعب رادس لتتفاعل معي في هذه اللوحات الثلاث اللي انتهت بالهدف من درامان تراوري. هاي الإعادة، دريس المحيرسي يرفع الكرة، ودرامان تراوري يقص الكرة قصان قبل الحارس مامادوبا، بداية قوية